أظن الوحدة صعبة ولا إيه؟ جدا يعني أنا حسيت بحاجات كتيرة قوي كان بيحسها بابا ما كنتش واعي لها وأنا صغير، إن البني آدم لما يكون لوحده تماما وفي المهنة الصعبة دي ده بيبقى حاجة صعبة عليك، لأن دايما لما بيكون حواليك ناس أنت بيشجعوك، بتقول لهم مثلا أنا طالع في برنامج، أنا طالع في فيلم، أنا مش عارف، يستنوني يتفرجوا عليا. فأنا الحمد لله يعني ربنا موجود، بس يعني الحمد انا في الموضوع كله لوحدي، يعني ما حدش مشاركني، فالحمد لله يعني ربنا ما بيبتليش حد بحاجه الا اذا كان هو قوي يعني، وانا يعني متعامل جدا والحمد لله، يعني انا البلد كلها اهلي يعني، الحمد لله كل ما بروح حته بشوف حب من الناس رهيب يعني لوالدي، من قبل حتى ما الناس تعرفني بلاقي الناس بتيجي تتصور معايا لمجرد ان انا ابنه.